طال انتظار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني وحامل لقب الكرة الذهبية للمشاركة رفقة منتخب بلادي في نهائيات كأس العالم بعد حرمانه من ارتداء قميص الديوك لفترة طويلة، ومع انضمامه أخيرا لقائمة منتخب فرنسا ليحصل على فرصة ربما تكون الأخيرة للمشاركة في كأس العالم. طرده شبح الإصابات وبات مهددا بالغياب عن المونديال. رغم كونه مهاجما لأحد أقوى الفرق في أوروبا إن لم يكن في العالم كله، إلا أنه غاب عن صفوف منتخب بلاده طوال الأعوام الستة الماضية، والسبب ورطة أخلاقية. الكلام هنا عن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني والذي غاب عن المنتخب الفرنسي منذ عام 2016 بعد تورطه في قضية أخلاقية ضد زميله ماثيو فالبوينا. اتهم بنزيما بالمشاركة في عملية ابتزاز تعرض لها فالبوينا بعد تصوير إحدى الفتيات له في أوضاع مخلة. وقتها قامت الشرطة الفرنسية بالتحقيق في القضية وانتهت بانتزاع الشريط من الفتاة. بنزيما ورغم عدم احتجازه إلا أن اسمه لم تتم تبرئته بشكل واضح. واصل بنزيما تألقه مع ريال مدريد على الصعيد الأوروبي والمحلي، بينما يستمر غيابه عن كل معسكرات المنتخب الفرنسي سواء الودية أو الرسمية. وأخيرا انفرجت الأزمة بعد مونديال روسيا 2018، وبدون سابق إنذار استيقظ العالم على خبر عودة بنزيما للانضمام لقائمة المنتخب الفرنسي من جديد. عقد ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي جلسة مع بنزيما ليشرح له فيها حقيقة الأزمة التي أبعدته عن صفوف منتخب بلاده بعد دعوات من كبار وأساطير الكرة الفرنسية. وكاد عام 2022 أن يكون عاما للتاريخ بالنسبة لبنزيما، إذ توج أخيرا بالكرة الذهبية التي لم يكن قريبا منها طوال السنوات الماضية رغم كل ما يقدمه مع ريال مدريد، كما تواجد في قائمة المنتخب الفرنسي المشارك في كأس العالم المقبل. إلا أن التدريب الأول للمنتخب الفرنسي استعدادا للمونديال حمل أنباء غير سارة، إذ غادر بنزيما المران بعد ربع ساعة فقط من التدريبات ليثير جدلا كبيرا حول جاهزيته للمشاركة في البطولة. ما أثار الشكوك بشكل أكبر هو غياب بنزيما عن آخر أربع مباريات لريال مدريد قبل التوقف الدولي استعدادا للمونديال، ورغم عودته للجلوس على مقاعد البدلاء إلا أنه لم يشارك. بنزيما قطع الشك باليقين وأطلق تصريحات يوضح فيها حالته البدنية، إذ أكد أنه شعر ببعض الآلام خلال مران المنتخب لكنه لم يصب بتمزق أو شد. وأشار بنزيما إلى أنه كان يعاني مع ريال مدريد من إصابة عضلية، لكنه في الوقت الحالي أصبح في حالة أفضل ويمكنه المشاركة، لكنه في الحقيقة ليس جاهزا بنسبة 100%. هل تكون الأيام القليلة المقبلة كافية ليصبح بنزيما جاهزا تماما للمونديال، أم تحرم الإصابة نجم ريال مدريد من حلم طال انتظاره؟